مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم في تغطيتنا لفعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه واليوم الثالث لمنتدى شباب العالم. خلينا نروح مع حضراتكم ل يعني موضوع كان مهم حقيقه، كان موجود امبارح جلسه مهمه جدا وهي بعنوان مسارات الطاقه، التوجه نحو مستقبل اكثر امانا. كان احد المتحدثين فيها فرانكلين اوستر رئيس التنفيذي باحدى شركات الطاقه المتجدده، وكان لينا لقاء هام جدا. خلينا نتابع هذا اللقاء ونرجع لحضراتكم على طول. الجلسات تختلف وتتنوع بالطبع في منتدى شباب العالم. هنا بالطبع هذه الجلسة الخاصة والهامة والمتعلقة بالطاقات المتجددة والطاقات الجديدة. بالفعل هناك العديد من المتحدثين تحدثوا عن أهمية الطاقات الجديدة وأمن الطاقات الجديدة، لأنها بالطبع جزء هام من المؤثرة أو التأثير على التغيرات المناخية، وهو ما أيضا رصدنا ردود الأفعال الخاصة بالشباب حول هذه الجلسات الخاصة بالتغيرات المناخية. وكان تحدثوا عن أهمية هذه المواضيع لأنها تمس حياتهم بالفعل، خصوصا في ظل ما شاهدناه في التغيرات المناخية السابقة. ولكن أحد المتحدثين في هذه الجلسات وهو مستر فرانكلين أوستا، وهو بالطبع الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المتخصصة بالطاقة المتجددة، وكان موجود متواجد اليوم في إحدى الورش الخاصة بالطاقة وهي Energy Pathway. سيحدثنا عن كيفية التعامل الجديد مع الطاقات المتجددة وكيف تؤثر بشكل عام على التغيرات المناخية. مستر فرانكلين، we're so glad to have you here on Channel One. Very nice to meet you too, sir. سيد فرانكلين، سعداء جدا باستقبالك على القناة الأولى، سعداء باستقبالك. من المهم جدا أن نتحدث عن التغير المناخي هنا في المنتدى. بالطبع هناك الكثير من الأمور التي عرفناها من الشباب. حدثني عن الجلسة التي حضرتها، ما الذي فعلت وما الذي قلت عن التغير المناخي؟ شكرا على هذا اللقاء. أشكرك على دعوتي لهذا المنتدى وشكرا لمصر. إذا إننا تحدثنا بشكل أساسي عن مسارات الطاقة وهي تتعامل مع الطاقة وكيفية التخلص من استخدام الطاقة باستخدام الوقود الأحفوري والتحرك بشكل تدريجي وبدون صدمات إلى الوقود المتجدد. وأيضا تحدثنا عن أزمة الطاقة التي حدثت أثناء الجائحة وحيث أغلقت المصانع وحدث قطع في إمدادات الطاقة، وأيضا كان هناك الكثير من المشاكل في استخدامات الطاقة. كان المنتجين متشككين وقلقين حول ما هو مستقبل هذه الطاقة، وهذا لأن أيضا الفحم كما تعلمون هو أحد أنواع الوقود الأحفوري. وأيضا تحدثنا عن الحلول والعلاجات وذكرنا التركيز، كان التركيز على التمويل. نعلم أن الطاقة تحتاج لكميات كبيرة من التمويل، وكان هناك السيد محمد الذي تحدث عن كيفية استخدام الطاقة في مجال الأعمال وكيف يمكن للطاقة أن تدعم الصناعات وكيف يمكن أن تكون ذات عائد وكيف يمكن أن يكون هناك نقلة. الوقود الأحفوري لا يزال موجودا ولا يزال هناك إنتاج للبترول في نيجيريا وإنغولا وغيرها، ولكننا نريد أن نركز على الاقتصاد والخاص بتلك الدول. يجب على نيجيريا أن تبيع البترول لكي تحصل على الدخل المناسب، ولذلك نحن نعمل على عدة خطوات ونركز على استخدام الغاز الطبيعي، وهناك طلب متزايد على الغاز الطبيعي وهذا أثر كثيرا على الاستخدام. هناك مصادر للغاز في إفريقيا ولكنه مرتفع الثمن، وكل شيء له حلول وكل المشاكل لها حلول. ماذا سيفعل العالم؟ نحتاج لاستثمار
استثمار نحتاج إلى بنوك، وفي هذه الحالة يمكن أن يكون هناك تمويل للشركات لكي تكون الطاقة أقل سعرا. السيد فرانكلين، بالطبع هناك مسارات جديدة، هذه المسارات قد تكون الطاقة الشمسية. أعني أن هنا في مصر لدينا في الشهر الماضي كان لدينا افتتاح محطة طاقة شمسية كبيرة، تعتبر أكبر محطة طاقة في الشرق الأوسط. أعتقد أن المسارات الجديدة ليست معنية بالفحم أو البترول. نعم، الطاقة الشمسية متفردة، فهي عالمية وهي نظيفة، وبالتالي فهي أكثر أمناً وأماناً. واتخذت مصر خطوات جادة في هذا الموضوع، وتعتبر مصر منصة لتمويل هذه ولتنفيذ هذه المشروعات. وهذه المشروعات يجب أن يتم التركيز عليها في مصر، لأن مصر لديها رؤية جيدة في مجال الطاقة المتجددة ومجال محطات الطاقة الشمسية، وأيضا الدول الأفريقية أيضا يجب أن تتعلم من مصر، ويجب أن نتعاون جميعا. الأمر ليس منافسة، ويجب أن لا نكون ضد بعضنا البعض، ولكن يجب أن يكون هناك تعاون وتركيز على مسألة السعر، وأن يكون هناك اهتمام بالمستهلكين ودعمهم حتى تنخفض الأسعار. وأعتقد أن مصر على المسار الصحيح في هذا الشأن. أتوقع أن هذا كله متضمن في خطة الاستراتيجية الإفريقية للتنمية المستدامة لعام 2063. أشكرك سيد فرانكلين على وقتك، شكرا جزيلا. وكما قلنا بالفعل ربما تحدثنا عن أهمية الطاقة والاستثمار في الطاقة المتجددة والتعاون بين الدول الأفريقية بالطبع إنتاج الطاقات الجديدة والطاقات غير المستهلكة بالطبع بشكل عام. ربما هذه كانت النقطة الأهم، وذكرنا أيضا محطة بنبان الشمسية في أسوان كمثال على التوجه والطريق الجديد للطاقات المتجددة للطاقة الشمسية. والآن أعود إليكم مرة أخرى.